بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد، وتفك بها الكرب، وتفتح بها أبواب الفرج، وتصرف عنا بها أبواب الشدائد والمحن. وبعد، في المحاضرة الفائتة تكلمنا عن مقاصد الشرع الشريف وبعض الكليات الست، تكلمنا عن حفظ الدين، تكلمنا عن حفظ النفس، تكلمنا عن حفظ المال، واليوم إن شاء الله نستكمل كتاب الكليات الست لمعالي الوزير، ونتكلم عن باقي الكليات المتبقية من هذا الكتاب. عندنا حفظ العقل. حفظ العقل، العقل له أهمية في الشرع الشريف وفي الدين الإسلامي، وهو يعني النعمة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان عن غيره، ولأجل هذه النعمة صار الإنسان مكلفا ومخاطبا من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى كلفنا ليه؟ عشان عقلنا. عشان كده العلماء يقولوا العقل مناط التكليف، يعني تعلق التكليف بالعقل. في عقل يبقى في تكليف، في خطاب من الشرع الشريف. خطاب يعني يقول لك صلي، صوم، زكي، اعمل كذا، ما تعملش كذا، لأنه يخاطب فيك العقل. لكن الإنسان اللي ما عندوش عقل غير مخاطب. يعني القاعدة تقول يعني إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. ربنا سبحانه وتعالى إذا أخذ من الإنسان نعمة العقل التي وهبه إياها، في هذه الحالة يسقط ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تنبه لهذا الأمر، وتنبه إلى إعمال العقول والتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى وفي آلائه. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون، إلى غير ذلك. بل إن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الكفار الكريم، عن الكفار الذين أهملوا هذه النعمة ولم يقوموا بها كما ينبغي، بل بالعكس ده عملوا على تعطيلها. الأصل في الإنسان العقل أنه يستغل هذا العقل للتفكر وللتدبر وللتذكر ولمعرفة الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن الكريم بيحدثنا عن إن القرآن عن إن الكفار أهملوا عقولهم، تمام، وعطلوا الملكة اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاها لهم. فقال سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي آيات قرآنية كتيرة زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا لهذه النعمة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طب إذا كان القرآن لو نزل على جبل، هذا الجبل الذي لا عقل له، سيخضع وسيخشع لله سبحانه وتعالى، فما بال الإنسان العاقل الذي عنده عقل يدرك حقائق الأمور؟ الأولى به أن يكون يعني أكثر من الجبل إن لم يكن مثله. فلما كانت هذه النعمة نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية كثيرة أو كثيرة الحديث عنها، أمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليها بكل الوسائل وبكل الطرق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأي حاجة تحرم الإنسان من هذه النعمة وأي حاجة تضر هذه النعمة، فنشوف أن الشرع الشريف حرمها فورا، لأن زي ما قلنا العقل مناط التكليف، تكليف ربنا متعلق بهذا العقل. فأي حاجة بتضر العقل فنرى الشرع الشريف بيحرمها. فنرى القرآن الكريم أو وكذلك السنة النبوية المطهرة حرم كل ما يذهب العقل. حرم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم القرآن الكريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لأن الإنسان عندما يشرب الخمر العقل يذهب، العقل يغيب،
بهذا الخمر، وبالتالي لا يحسن الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى، يقع الإنسان في العداوة وفي البغضاء وفي الضغينة مع غيره، فحرم الله سبحانه وتعالى الخمر وكذلك كل ما يذهب العقل. ولما ربنا يقول فاجتنبوه، ربنا هنا ما حرمش الخمر بتحريم بلفظ التحريم، ما قالش الخمر حرام، إنما القرآن الكريم استخدم لفظ يدل دلالة قاطعة على تحريم الخمر وتحريم كل ما يحوم حول الخمر وكل ما يتعلق به. فاجتنبوه يعني ابتعدوا عن هذا الخمر. عشان كده سيدنا النبي في الحديث يقول لعن الله الخمر وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه والمحمولة إليه إلى آخره، وعاصرها ومعتصرها، كل من هو قريب من الخمر يأخذ حكم اللعن، فلا بد أن تمتنع، أن تجتنب هذا الإيه، هذا الأمر، يعني لا تحمل إزازة الخمر، لا تعطيها لغيرك، لا تبيعها، لا تشتريها، ما تقولش إن أنا ما بشربش الخمر، لا، ده القرآن حرم حرم الاقتراب من هذا الخمر، حتى لو بالبيع، حتى لو بالشراء، حتى لو بالتناول. فالقرآن الكريم حرم هذه الأمور لأنها تذهب أفضل نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، لأن بهذا العقل أستطيع أن أتفهم مراد الله سبحانه وتعالى، أستطيع أن أتفهم خطاب الله وخطاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده برضو النبي حرم كل حاجة، يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر ومفتر، أي حاجة تسكر العقل، تذهب العقل، تضعف العقل، محرمة. مخدرات، خمور، كل هذه الأمور محرمة في الشرع الشريف لأنها تسلب الإنسان هذه النعمة الكبرى. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نحافظ عليها حفظ العقل من الشبه التي تضر بالإنسان في دينه، زي احنا مأمورين ان احنا نحافظ على العقل من الخمور ومن المخدرات ومن هذه الامور التي تذهب العقل، كذلك احنا مأمورين ان احنا نحافظ على هذه النعمة الكبرى من اي شبهة تطرح. هناك شبه كثيرة جدا جدا تطرح للطعن في الدين وللطعن في الشرع الشريف، فينبغي ان نحافظ على ديننا بعقولنا، بمعنى ان لا نسمح لعقولنا ان تخترقها هذه الشبه. وللأسف كثير من الناس من الكارهين للدين ومن الحاقدين على الدين أو حتى من أبناء الدين الغير فاهمين استطاعوا أن يبثوا الشبه الكثيرة جدا جدا التي أدت إلى الفساد والإفساد في الأرض. كثير من الشبه أن الإسلام دين تطرف، دين إرهاب، دين سفك للدماء إلى غير ذلك، كل هذه الشبه يتلقاها العقل بالقبول إذا لم يكن محصنا ومسيجا بسياج الشرع الشريف. فأنا مطالب إن أنا أسيج العقل العقل بأي، يعني أسيجه بسور مانع من إن أي حاجة تخترقه، سواء حاجة مضرة من حيث الظاهر الخمور المخدرات، أو من حاجة مضرة من حيث المعنى، الشبه التي تطرح على الساحة الآن، الشبه التي تطعن في الدين، الشبه التي تطعن في السنة النبوية المطهرة، كل هذه الأمور لابد أن يسيج العقل بسياج الشرع الشريف حتى لا تخترق الشبه هذا العقل. فكثير من الأعمال الإجرامية والإرهابية وغيرها اخترقت عقول الشباب وبثت هذه الشبه المنافية تماما لأحكام الشرع الشريف، بثتها في عقول الشباب، فاقتنع الشباب بهذه الشبه نظرا لعدم تسييج العقل بسياج الشرع الشريف وبسياج العلم المنضبط. فده برضو احنا أمر مطالبين به، أو الشرع الشريف حذرنا منه، زي ما احنا نحافظ على العقل من الخمور، من المخدرات، من أي شيء تذهب هذا العقل، لأن العقل مناط التكليف، كذلك ينبغي أن نحصن العقل ضد الشبه التي تطرح يعني للطعن في الدين وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده المقصد الخامس، يعني حفظ العرض أو النسب والنسل. حفظ العرض والنسب والنسل من أهم مقاصد الشرع الشريف اللي الإسلام جاي يحافظ عليها. الشرع والإسلام جاء ليحافظ على أعراض الناس وعلى أنسابهم.
عشان كده القرآن الكريم أحل للإنسان الزواج الذي يساعد على الترابط بين الناس، والذي يساعد على حفظ أنساب الناس فيما بينهم، وجعل الزواج مودة ورحمة بين العباد، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وحذر كذلك من الزنا، لأن الزنا يساعد على الوقوع في أعراض الناس وخلط الأنساب، ويساعد على يعني تفشي الفاحشة في المجتمع، فحرم الشرع الشريف هذا الأمر تحريما قاطعا، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا ده أسلوب حكيم من الشرع الشريف لتهذيب النفس وإصلاح النفس، لأن ربنا هنا يعني حذرنا ونهانا من الاقتراب من الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، مجرد الاقتراب فقط الإنسان منهي عنه، فما بالك بالفعل نفسه، يبقى من باب أولى. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عشان كده ربنا يعني أمرنا بقطع الطريق على الأمور التي تؤدي إلى الوقوع في هذا الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر هذه الآيات والأحاديث التي تساعد على عدم الاقتراب من الوقوع في الزنا. وسيدنا النبي في الحديث يقول: النظرة سهم من سهام إبليس. السهم عندما يخرج من القوس فإنه يقتل الشخص الموجه إليه، كذلك النظرة هي سهم موجه من إبليس، عندما تخرج هذه النظرة فيكون هذا السهم الموجه من إبليس يعني مؤدياً إلى قتل الإيمان في قلب الإنسان. فالشرع الشريف حرم كل الأمور التي تؤدي إلى هذا الأمر، وأمر كذلك بالحفاظ على أعراض الناس وعلى أنسابهم وعدم الوقوع في عرضهم، وحذر القرآن الكريم من هذا الأمر تحذيراً قاطعاً: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، في حديث أو قصة الإفك الخاصة بالسيدة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. توجيه قرآني من الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الإنسان لا يقع في عرض أخيه مهما كان. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني الإنسان لما يسمع عن أخيه الإنسان شيء مش كويس، يقع يعني سمع عن شيء خاص بعرضه أو بعرض أهله، الأصل أنه لا يظن في هذا الإنسان إلا كل خير ولا يقع في عرض أخيه. وحتى القرآن يستخدم لفظ النفس: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هنا القرآن الكريم أقام الغير أو أقام النفس مقام الغير، فأنا لما ظن في غيري ده ظن حسن كأن بظن في نفسي. والآية دي نزلت في سيدنا أبو أيوب الأنصاري وزوجته لما سمع بخبر السيدة عائشة، فزوجة سيدنا أبو أيوب بتسأله يعني بتقول له يعني ما تقول في صفوان بن المعطل السلمي يعني الذي أشيع يعني عنه الخبر مع السيدة عائشة، قال: أنا لا أفعل هذا الأمر وصفوان أفضل مني. تمام، يعني هذا الصحابي الجليل أنزل نفسه منزلة سيدنا صفوان الذي أشيع عنه هذا الأمر وهذه الفاحشة، قال: أنا لا أفعل هذا الأمر وصفوان أفضل مني. ثم قال لزوجته: فما رأيك في عائشة؟ قالت: أنا لا أفعل هذا الأمر وعائشة أفضل مني. أنزلت نفسها مكان السيدة عائشة وزيادة، فقالت: عائشة أفضل مني. فنزل القرآن الكريم يحكي ما دار بين هذا الزوج وزوجته: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالواجب على الإنسان عندما يسمع خبرا يخص عرض أخيه الإنسان ألا يخوض في هذا الأمر، وألا يروج لهذا الخبر، وإنما ينفي التهمة وينفي الخبر عن أخيه، حتى لو تحقق من هذا الأمر ينبغي عليه أن يستر، فالستر أولى من الرفع، لأن مثل هذه الأمور يترتب عليها فضائح في المجتمعات وغير ذلك، فالستر هنا أولى من الرفع. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا كده، فقال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
حتى في مسألة يعني تطبيق الحدود، لما جاء أحد الناس يشهد على رجل بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: هلا سترته بطرف ثوبك؟ يعني كان المفترض أنك أنت تستر عليه. ولما حتى سيدنا ماعز جاء يعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن يستر عليه بكل الطرق وبكل الوسائل، إلا أن سيدنا ماعز يعني أصر على إقامة الحد. فالوقوع في أعراض الناس من أخطر الذنوب اللي ممكن نوقع فيها، فلذلك حرم الشرع الشريف هذا الأمر وأمرنا بالحفاظ على أعراض الناس وعلى أنسابهم. وعرض أو العرض ليه معنيين أو له معنيان. المعنى الأول خاص، وهذا يعني خاص بعرض الإنسان في أهله، في زوجته، في ابنته، في أمه، إلى غير ذلك. وده الشرع الشريف حذرنا من الوقوع في أعراض الناس، بل إن شرح يعني شرع حد القذف لمن وقع في أعراض الناس. الأمر الثاني أو النوع الثاني من العرض هو العرض العام، كل ما يخص كرامة الإنسان، أخلاق الإنسان، حياة الإنسان. الشرع الشريف كذلك أمرنا بعدم الخوض في هذه الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كل حاجة تساعد على الوقوع في أعراض الناس وعلى التنقيص من قدرهم ومن شأنهم، نرى أن الشرع الشريف حرمها. حتى مجرد قالوا حتى مجرد اللمز والغمز بالعين، لو إن أنا نظرت للإنسان نظرة فيها احتقار، نظرة يعني فيها سخرية، هذا أمر يعني محرم عند الله سبحانه وتعالى. لا يسخر قوم من قوم، إياك أن تسخر من أخيك المسلم مهما كان، ولا نساء من نساء، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. كل هذه الأمور هي أمور فسق والعياذ بالله، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب من هذه الأفعال التي حرمها الله سبحانه وتعالى فهو الظالم لنفسه. فهنا بنشوف أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حثت على المحافظة على أعراض الناس، واعتبر الشرع الشريف أن الحفظ على أعراض الناس من أهم المقاصد أو إحدى المقاصد الكلية اللي جاء الشرع الشريف ليحافظ عليها. فلا ينبغي للإنسان أن يخوض في أعراض الناس، خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك، لأن احنا زي ما قلنا سيدنا النبي بيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. المفترض أننا في الصيام أتحقق بمقاصد وبمعاني الصوم، ولا أخوض في أعراض أحد، ولا أغتاب أحد، ولا أمشي بالنميمة بين الناس. كل هذه الأمور تساعد على عدم قبول الصوم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من الإشاعات التي تثير الفتن بين المجتمع وبين الناس، لأن القرآن الكريم حذر من هذا الأمر تحذيرا شديدا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. إياك أن تشيع خبرا أو أن تشيع كلاما قبل أن تتحقق منه، وحتى بعد أن تتحقق من هذا الكلام، لو أن إشاعة هذا الكلام الحقيقي سيثير فتنة في المجتمع وسيحدث مشاكل، الأولى ألا يعني تشارك في إثارة الفتن وفي إثارة المشاكل. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب، ده المقصد أو الكلية الخامسة من الكليات الست. والآن نصل إلى الكلية السادسة، وهي حفظ الوطن. زي ما قلنا إن الكتاب أضاف المقصد السادس ده للمقاصد الخمس. أصل المقاصد الخمس أن المقاصد خمس: حفظ النفس، حفظ المال، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ العقل. لكن قلنا أضاف الكتاب هذا المقصد السادس وهذه الكلية السادسة لما أثير في الفترة الفائتة من الفصل بين الدين والدولة. بعض الجماعات وبعض الناس المتطرفين للأسف أحدثوا فتنة فيما يخص هذا الأمر، وفصلوا بين الدين والدولة، وأوهموا الناس بأن العلاقة بين الدين والدولة يعني علاقة تقابلية، ده ضد ده، أو في تناقض بين الأمرين. لكن الأصل أن العلاقة بين الدين والدولة هي علاقة تكامل، علاقة ازدواج. فكلما كانت الدولة رشيدة
فكان هذا الصمام أمان للتدين الرشيد. وكلما كان التدين رشيدا كلما كان عاملا مساعدا في بناء الدول واستقرارها وتقدمها. يبقى الاثنين في تكامل بينهم، فيه ازدواج. الدولة تحافظ على الدين، والدين يدعو إلى الحفاظ على الدولة. لكن هم للأسف أوهموا كثير من الشباب بأن في علاقة تضاد بين الطرفين، إن أنت يا مع الدولة يا ضد يا مع الدين، مع الدولة مع الدين. قصة مع الدين معناه أن هذه الدولة تخالف أحكام الدين فلازم تكون ضدها، لأنك أنت لو كنت مع الدولة في هذه الحالة فأنت ضد الدين، وهذا أمر يعني لا يقول به إنسان عاقل، لأن الأصل أن الإنسان يكون محبا لدينه محبا لوطنه. فالحفاظ على الدولة وحب الوطن هذه من أمور الدين، أمور دينية مش بعيد عن الدين ولا حاجة. ليه؟ لأن حب الوطن أو حب الدولة دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها، وارتبط حب الوطن ارتباط وثيق جدا جدا بحب الدين. فمن لا خير له في وطنه لا خير له في دينه، من لا خير له في وطنه لا خير له في دينه. الإنسان يعني الكاره لوطنه والكاره لبلده واللي يعني يستنصر بالأعداء وبالدول الخارجية على بلده وعلى أهل وطنه، فهذا إنسان بعيد كل البعد عن أحكام الدين الإسلامي، لأن الدين أمرنا بالحفاظ على الدولة، الدين أمرنا بحب الوطن، الدين أمرنا بالانتماء إلى الوطن. وأول واحد زرع فينا الحاجة دي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي زرع فينا حب الوطن والانتماء إليه والحنين والشوق إليه. فلما خرج من مكة أو لما أخرج صلى الله عليه وسلم من مكة نظر إليها وقال: والله يا مكة إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يعني أنت أحب البلاد إلى الله وكذلك أحب البلاد إلي، ولولا إن أهلك هم اللي أخرجوني أنا ما كنتش خرجت ولا سكنت غيرك. فلما خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نظر إليها نظرة شوق وحنين، لكن الأمر كان يعني خلاص قضي الأمر، لازم سيدنا النبي يخرج من مكة. فخرج في رفقة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهم في الطريق مروا على طريق يرجع إلى مكة مرة أخرى، ماشيين في الطريق فيعني كده مروا على مكان، المكان ده لو مشيت فيه أو الطريق ده لو مشيت فيه ترجع لمكة تاني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطريق نظرة حب وحنين وشوق، كأنه يعني كأنه يريد أن يرجع إلى مكة مرة أخرى، لكنه لم ينطق بكلمة صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا كان من باب البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعاد هنا اللي هو مكة، يعني لا تقلق يا رسول الله، إن شاء الله سترجع إلى مكة في يوم من الأيام، يعني معززا منصورا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما سيدنا النبي راح للمدينة المنورة اتخذ المدينة موطنا له، ودعا للمدينة وأهلها وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وبالفعل صارت مكة من أحب البلاد إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى سيدنا وكان سيدنا النبي يعني شديد الشوق وشديد الحنين إلى 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 المدينة المنورة، لدرجة أن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة. أول ما سيدنا النبي يدخل المدينة المنورة ويبدأ يشوف معالم المدينة المنورة لما يجي من السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته، يعني أوضع ناقته يعني حرك الناقة وجعل الناقة تسرع في سيرها حنينا وشوقا إلى المدينة المنورة. وكان وإذا كان على دابة حركها، راكب فرس ولا راكب أي دابة تانية، يبدأ أول ما يشوف معالم المدينة يبدأ يحاول يخلي الدابة اللي راكبها تسرع شوقا وحنينا إلى المدينة المنورة. فيجي الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه يقول: وفي هذا الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه.
يبقى ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لنا أن حب الوطن وحب البلد والحنين إليه والشوق إليه من الدين. وأول واحد زرع فينا الحاجة دي سيدنا النبي بفعله قبل قوله. يعني سيدنا النبي ما قالش بس، ده عمل كده كمان، والصحابة شاهدوا هذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا حب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وطنه، وسجلوا لنا الأحداث دي. ويجي العلماء يأكدوا الكلام ده، هذا الحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية حب الوطن والانتماء والحنين إليه. وفي نفس الوقت كان سيدنا النبي في شوق وفي حنين إلى وطنه الأول مكة المكرمة، فكان يقلب وجهه في السماء حنينا إلى يعني إلى مكة المكرمة وإلى استقبال الكعبة المشرفة مرة أخرى، إلى أن نزل قول الله صلى الله عليه وسلم بتحويل قول الله عز وجل بتحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كل ده تأكيد من سيدنا النبي على الانتماء إلى الوطن وحب الوطن والحفاظ عليه. طب ليه حب الوطن والحفاظ على الوطن من مقاصد الدين أو من الكليات الكبرى للدين؟ لأن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على أي شيء إذا لم يكن في بلد آمن مستقر. حفظ الوطن أو حفظ البلد بمثابة التربة أو بمثابة الأرض اللي بنغرس فيها المقاصد الخمس. فأنت دلوقتي لو ما عندكش بلد آمنة مستقرة مطمئنة، مش هتعرف تحافظ على عبادتك، مش هتعرف تحافظ على دينك، مش هتعرف تحافظ على عرضك، مش هتعرف تحافظ على أهلك، مش هتعرف تحافظ حتى على نفسك. فكلما كان البلد آمنا مستقرا مطمئنا ساعد ذلك على إتمام المقاصد الكلية الأخرى، وساعد ذلك على قيام الإنسان بكل شعائره الدينية التي يريد أن يفعلها. فمن الخطأ الشديد أن نستشعر الفصل بين الدين وبين الدولة، زي ما قلنا العلاقة بينهم علاقة تكامل، علاقة ازدواج. الدولة الرشيدة هي صمام أمان للتدين الرشيد، وكذلك التدين الرشيد عامل مساعد على استقرار الدولة وعلى نهضتها وتقدمها. لكن إن أنا أفصل يا ده يا ده، هذا أمر خطأ وعار تماما على الصحة. بعض الناس للأسف الكارهين لأوطانهم والكارهين لبلادهم يستنصرون بالأعداء أو يستنصرون بالخارج على بلدهم وأهلهم. بنشوف للأسف كتير ناس مننا سابوا البلد وراحوا بلاد تانية وشغالين تحريض على الدولة وتحريض على مؤسسات الدولة وتحريض على الناس، كل ذلك لأجل تحقيق مطامعهم أو لأجل تحقيق مطامعهم الشخصية والمصالح الشخصية فقط. ما عندوش بقى مشكلة إن البلد تقع أو إن الناس تموت، كل ده بالنسبة له ما فيهوش مشكلة، وهذا من أقبح ما يكون. وفي الحقيقة ده كان من أخلاق المنافقين في السابق. في المدينة المنورة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة آمن به من آمن وكفر به من كفر، لكن في ناس في المدينة كرهت وجود النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين النبي معاهم، خاصة وإن النبي أصبح هو الحاكم الفعلي للمدينة المنورة وكل الناس ملتفة حوله. من ضمن الناس دي واحد اسمه أبو عامر الراهب، ده كان من كبار الخزرج. لما دخل النبي المدينة كره الرجل رسول الله وكره قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتحق بكفار قريش في مكة بعد ما غزوة بدر حصلت، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب الله له النصر على أهل قريش. فهذا الرجل اغتاظ غيظا شديدا وحسد النبي أكثر وأكثر على هذا الأمر، فراح لأهل مكة يستنصر بهم على رسول الله ويحرضهم على المدينة وأهلها، وبدأ يحرض في الكفار ويحرض في أهل مكة حتى تأهبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ولما وقعت غزوة أحد
قام هذا الرجل بحفر بعض الحفر في ميدان المعركة، يعني على أمل أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يسقط في إحدى هذه الحفر فيهلك. وبالفعل سقط النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الحفر اللي حفرها أبو عامر الراهب، فتأذى إيذاء شديدا. وكان في غزوة أحد مكان، وبعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يتأهب لمحاربة المشركين مرة أخرى. فاغتاظ الرجل غيظا شديدا وعايز يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق بملك الروم وعقد معه اتفاق. هذا الاتفاق مفاده القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة المنورة. وبدأ يتواصل مع أهو، هنا هو راح للأعداء يستنصر بهم على يعني على بلده وعلى أهله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ يتواصل مع المنافقين اللي موجودين في المدينة إن هم يصنعوا مكان أو يعملوا مكان بعيد أو خارج المدينة يجتمعوا فيه. فقام هؤلاء المنافقون ببناء مسجد الضرار بجوار مسجد قباء خارج المدينة، حتى يعني تتم الاجتماعات السرية بينهم في هذا المسجد، وحتى ينقلوا أخبار رسول الله وأخبار أهل المدينة إلى ملك الروم، وكذلك يعني يستقبلون فيه أوامر ملك الروم. وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد وهو ذاهب لغزوة تبوك، إلا أن سيدنا النبي يعني وعدهم بأنه سيصلي في المسجد يعني فور أن يعود من الغزوة. وفي أثناء عودته نزل عليه جبريل وأمره بعدم يعني الصلاة في هذا المسجد، لأن ده مسجد بني لأغراض أخرى. ونزل قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أول خطوة إن الناس دي لما بنت الجامع ده أو المسجد ده ما بنتش المسجد ده ابتغاء وجه الله، إنما بنت هذا المسجد ابتغاء الإضرار بالمسلمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، وللازدياد من الكفر والنفاق الذي كانوا عليه، وتفريقا بين المؤمنين، جعلوا هذا المسجد وبنوا هذا المسجد لأجل التفريق بين المؤمنين. ليه؟ لأن المسجد ده راحوا بنوه بجوار مسجد قباء، فكان العامل الأساسي من وراء بناء هذا المسجد أو من العوامل الأساسية التفريق بين المؤمنين، ما يخلوش الناس تصلي في مكان واحد يفرقوا بينهم، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني يترصدوا فيه ويرتقبوا فيه الأخبار التي تأتي من الروم عن طريق أبو عامر الراهب حتى ينقضوا على المدينة المنورة. ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. بعد كل ده بيحلفوا إن هم مش عايزين من وراء بناء هذا المسجد إلا الحسنى، لكن القرآن الكريم فضحهم وفضح خطتهم. الشاهد هنا من القصة دي إن هذا الشخص لأجل الحقد والكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته استنصر بالأعداء عليهم وذهب للأعداء ليستبيح بيضة المسلمين وبيضة المدينة وبيضة أهلها نظرا لحقده الشديد. فللأسف بنشوف بعض الأمور دي الآن يعني بتتكرر في الوقت المعاصر، إن كتير من الناس الكارهين للدولة والكارهين للبلد والكارهين لمؤسستها بيستنصروا بالأعداء على الدولة وعلى أهلها. فهنا لازم نؤكد على إن العلاقة بين الدين والدولة مش علاقة تضاد أو علاقة تقابل، إنما هي علاقة تكامل وازدواج. الدين يحافظ على الدولة والدولة كذلك تحافظ على الدين. فأي إنسان شايف الفصل ده أو شايف إن في مفيش علاقة بين الدين والدولة فهو إنسان واهم، ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الشرع الشريف تعلما صحيحا، وأن يقرأ فيما يسمى في الفقه الإسلامي عندنا بكتاب السياسة الشرعية أو مسائل السياسة الشرعية، ليعرف كل هذه الأمور وكيف أن الإسلام حافظ بكل قوة على أركان الدولة، وكيف أن الدولة كذلك ينبغي أن تحافظ على دين الله وأن تحفظ على الناس دينهم.
فهذه المقاصد الست هي أهم مقاصد الشرع الشريف، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، الشرع كله جاء عشان يحقق هذه الأهداف، يحقق هذه المقاصد. وقلنا كلمة مقاصد معناها الأهداف والغايات، حفظ النفس مقصد من مقاصد الدين، حفظ الدين هو أهم مقصد من مقاصد الدين عندنا، حفظ العقل، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ الوطن، كل هذه الأمور من أهم مقاصد الدين اللي لازم الإنسان يتحلى بها ويعمل عليها، وما يسيبش أي فرصة للنيل من هذه المقاصد. لأن الإسلام عندنا في جملته جاء ليراعي مصالح الناس، زي ما قلنا إن التشريع الإسلامي بيحفظ مصالح الناس، هو جاي عشان يحقق مصالح الناس. عمر الإسلام وعمر الدين ما كان ضد مصلحة الناس، وأي حد شايف إن الدين يصطدم مع المصالح أو يصطدم مع العقول أو يصطدم مع الدولة أو فهذا إنسان واهم. إنما الإسلام جاي عشان يحافظ على مصالح الناس، يحافظ على أموال الناس، يحافظ على عقولهم، يحافظ على مصالحهم. وكل التشريعات اللي ربنا شرعها كانت جت لكده عشان تحقق كده، مفيش المشقة ومفيش الكلفة اللي الإنسان ما يقدرش يتحملها. ده ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وفي عز يعني مشقة الإنسان وتعب الإنسان يأتي التيسير من الله سبحانه وتعالى على خلقه، إذا ضاق الأمر اتسع. تمام؟ الرخص موجودة لرفع الحرج ولرفع المشقة عن الناس. فإن أنا أظن إن الإسلام جاي عشان يصطدم معايا أو يصطدم مع مصلحتي أو يصطدم مع عقلي أو يصطدم مع مالي أو ياخد مني مالي كما يظن البعض أو كما يروج البعض، هذا أمر يحتاج لإعادة النظر مرة أخرى. فدي المقاصد الكلية الست الواردة في هذا الكتاب، ينبغي أن نحافظ عليها، ينبغي أن نفهمها وأن نعيها وعيا صحيحا، حتى نستطيع أن ندفع الشبه عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى نستطيع أن نوصل دين الله وأحكام الله إلى الناس كافة، وأن يعبد الناس ربهم على يقين وعلى حب وعلى رضا يعني عن أحكام الله سبحانه وتعالى. لكن زي ما قلنا في المحاضرة الفائتة إن في يعني تفاوت في الترتيب بين هذه المقاصد، مرة الأصل أن يقدم حفظ الدين على كل شيء، لكن بعض الأمور وبعض المسائل تستدعي تقديم غير هذه المقصد على فرعيات الدين، زي ما قلنا الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة أو إلى شرب الأشياء المحرمة عليه لأجل الحفاظ على نفسه فيجوز له ذلك. يبقى إذن أنا سبت الحكم الشرعي اللي بيقول لي أن أكل الميتة حرام وأكلت الميتة حفاظا على نفسي، وده اللي القاعدة الشرعية قالته الضرورات تبيح المحظورات. لكن مع القاعدة دي ينبغي أن تقيد بقاعدة أخرى، وهي الضرورات تقدر بقدرها. ما ينفعش أن أنا أخذ القاعدة دي لوحدها، الضرورات تبيح المحظورات وأفعل المحظور يعني المحرم علي وخلاص. هتفعل المحظور وتفعل المحرم عليك، يبقى لازم تعرف إن المحظور ده أو الضرورة اللي انت فيها لها قدر معين ما ينفعش إن انت تتجاوزه. الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. يعني أنا دلوقتي لو أشرفت على الهلاك، أشرفت على الموت ومحتاج أكل وما فيش قدامي أكل إلا الميتة، الشرع الشريف في هذه الحالة أباح لي الأكل من هذه الميتة حفاظا على نفسي وحفاظا على حياتي. لكن في ذات الوقت الشرع الشريف حذرني من أكل كل هذا الطعام، أنا بأكل القدر القليل الذي يحفظ علي حياتي حتى أبحث عن طعام آخر غير هذا الطعام. لكن إن أنا يعني أخذ بقى بالرخصة على المطلق وعلى العموم وأكل كل الأكل فهذا حرام، ما ينفعش. الضرورة تبيح المحظور لك لكن في ذات الوقت تقدر بقدرها. فكل الأحكام الشرعية جاية عشان تحقق مصالح الناس، جاية عشان ترتقي بالناس إلى مكارم الأخلاق. كل العبادات، كل التكاليف اللي احنا بنعملها، كل مقاصد الشرع الشريف من القرآن ومن السنة تهدف
في النهاية إلى الوصول إلى مكارم الأخلاق. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضحه وبينه في سنته، فهو حدد وبين المقصد الأساسي من وراء بعثته، من وراء بعثته، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سيدنا النبي جاء بهذا الشرع الشريف، بهذا الشرع العظيم، حتى يحقق فينا ويكمل فينا ويتمم فينا مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الحديث الشريف أو في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة، سيدنا النبي بيوضح لنا إن مكارم الأخلاق هي أعظم مرتبة عند الله سبحانه وتعالى. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقرب أكثر واحد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو أكثر الناس تخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. يعني النبي بيقول لك إن ممكن إنسان يصل بحسن خلقه وبمكارم خلقه أشرف المنازل وأعظم الدرجات عند ربنا، مع إنه عبادته ضعيفة، عبادته يعني قليلة، يعني بيصلي الصلوات المفروضة ويصوم الصوم المفروض، ما بيكترش من النوافل اللي المفروض يعملها، لكن هو محافظ على أصل الدين وعلى أساسيات الدين وعلى ثوابت الدين، لكن يتحلى بمكارم الأخلاق. إن الرجل لا يبلغ بعظيم خلقه أو بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل وإنه لقليل العبادة. وإن الرجل لا يبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم والعياذ بالله. الإنسان مهما كان يعني ملتزم بالأحكام الشرعية الظاهرة، صلاة، صوم، زكاة، حج إلى آخره، إلا أنه لا يتحلى بمكارم الأخلاق، فهذا إنسان يكون في أسفل درجات جهنم والعياذ بالله. لأن الشرع الشريف جاي زي ما قلت عشان يحقق فينا هذا المقصد العالي. كل المقاصد اللي احنا اتكلمنا عنها مفادها التحلي بمكارم الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبها مننا، واللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلبها مننا. فحفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ الوطن، كل هذه الأمور تستدعي أن يكون الإنسان متخلقا بمكارم الأخلاق حتى يستطيع أن يحافظ على هذه المقاصد. لكن الإنسان إذا لم يتحلى بمكارم الأخلاق فإنه للأسف لن يحافظ على دينه، ولن يحافظ على عرضه، ولن يحافظ على نفسه، وسيستحل المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ويستبيح كل شيء، حتى لو استباح دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس وتجرأ على هذه الحرمات، يستطيع أن يتجرأ الإنسان على فعل كل المحرمات إذا تجرد من مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق ينبغي أن نتحلى بها، خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك. ربنا سبحانه وتعالى أتم علينا الدين وأكمل علينا الدين عقيدة وشريعة وخلق، اللي هي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان الواردة في حديث سيدنا جبريل عليه السلام. العقيدة تترسخ في القلب وترتكز في القلب، ولا بد أن يكون لها ثمرة، ثمرتها مكارم الأخلاق، الأحكام التي نفعلها لله سبحانه وتعالى والعبادات التي نفعلها لله سبحانه وتعالى، كل ده لا بد أن يكون له ثمرة وهو حسن الخلق. لكن إذا احنا آمنا بالله سبحانه وتعالى ولم وفعلنا كل الأوامر التكليفية وكل الأحكام الشرعية لربنا سبحانه وتعالى طلبها مننا، ولم نلتزم بمكارم الأخلاق، فهذا أمر يستدعي إلى إعادة نظر مرة أخرى. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وختاما يعني أتوجه بالشكر إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من عباده المقبولين في هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.